المشاكل المغاربة مع السبيطارات، من تنفتحوا هذا الجرح ديال الصحة المغربية تلقاو الكثير من الزروات. أكيد كاين مجهودات تتبدل، أكيد كاين واحد الجرأة ربما استثنائية بداها وزير الصحة الوردي اللي تنحييه بعد المناسبة، ولكن ما زال هناك الخصاص، ما زال هناك الكثير من البياضات اللي خص ندخلوا فيها باش ما تبقاش هاد الزروات دائما ملاحقانا وردنا اللور. الأرقام صادمة أحيانا، أش تقول؟ عندنا مركز صحي لكل 42 ألف نسمة، هو رقم هزيل مقارنة مع الأرقام اللي ستحددها منظمة الصحة العالمية أو الأرقام ديال الدول المجاورة ديالنا. عندنا أقل من سرير واحد لكل 1000 مغربي، هو رقم أيضا أسود ورقم كارثي. عندنا طبيب واحد لكل 1630 نسمة، رقم للأسف تكشف الهشاشة الصحية ديالنا. المغاربة في البحث اللي درتو شحال هذه المندوبية السامية للتخطيط، 70% منهم ما راضيينش على الخدمات الصحية. في 2011 عندنا 141 مستشفى بطاقة استيعابية ديال 27000 سرير و326. للأسف الشديد 52% من العيادات كلها تتمركز في المدن الكبرى. عندنا 45% من الأطر الطبية تتمركز في جهتي الرباط والدار البيضاء. ربع سكان القرى تيبعد عنهم أول مركز صحي بعشرات الكيلومترات. هاد شي كامل والميزانية ديال الصحة مقارنة مع الميزانيات المرصودة لها في دول أخرى تتبقى هي الهزيلة، لأن يالله 5% من الميزانية العامة للدولة هي اللي تترصد للصحة، وهذا رقم هزيل جدا. كاين عندنا مشكل ديال الدواء أيضا ومرتفع، هنا لابد أن نحييه القرار ديال وزير الصحة اللي خفض واحد مجموعة من الأدوية، لأن الدواء عندنا في المغرب أغلى 30% وأغلى 180% من تونس مثلا، وأغلى 20% و70% من فرنسا، والمغاربة تيستهلكوا تقريبا واحد 180 درهم ديال الدواء يعني في السنة لكل مواطن، وهو رقم هزيل جدا، أقل ربما 15 مرة من فرنسا. كان مشكل آخر لابد أن نشير له، هو أنه في البحث اللي دار ترانسبارانسي شحال هادي أكدت بأنه أكثر من 30% من الناس اللي زاروا المستشفيات اضطروا لتقديم الرشوة. مشكل ديال التغطية الصحية ومشكل ديال هشاشة المعرفة الصحية، ولهذا هنا تلاحظوا بأن حتى في الأمراض كيفاش نتعاملوا معها كما بقين تتعاملوا معها في بداية القرن التاسع عشر ونهاية القرن الثامن عشر، يعني ما زالت نفس التسميات حاضرة لحد الآن، وهذا تأكد الهشاشة ديال المعرفة الصحية. ما زال المغاربة تحدثوا على أبو قليب الصفر، ما زال بزرقين تحدثوا على أبو صفير، على أبو فالج، على العدو، على الكافر بالله، على المكلفة، العواية، أبو عنينيق، أبو غطاط، أبو حمرون، مسمار الكيف، يعني مجموعة من التوصيفات اللي ستعكس بأنه ربما ندبر المرض بأشياء مش صحيحة. اليوم مستمعينا الكرام من فتحنا هذا الموضوع للنقاش والإطلاق نداءات الاستغاثة تحديدا، نسمعوا في البدء الخبار الشارع ونشوفوا أشنيه نداءات الاستغاثة اللي جاب النسي مولود الساهل من أمام المستشفيات ديال الدار البيضاء. وهنا السؤال، إلا كانوا الناس اللي في الدار البيضاء يعاني وتطلقوا هاد نداءات الاستغاثة، ماذا على المغرب المنسي؟ ماذا على المغرب العميق؟ نسمعوا الخبار الشارع. خبار الشارع، خبار الشارع، اش قال الناس؟ اش دارهم؟ باش يحلموا؟ واش وقع لهم؟ إذاعة أم إف إم، صوت من لا صوت له.
دابا حنا عندنا عمليه جراحيه تبرعنا حنا اربعه الناس بالدم. السيده اللي خلينا هنا مثلا المناط والغطاء وداك الشيء مثلا ما كانش ديال المستشفى جبناهم ليا من عندنا. وهذا قيس على ذلك بحال الممرضات هذيك السيد دوا معنا وما دورش معنا جايين ميتين كولومينا ورجعنا وتنباتوا عاد الناس معاناه كاينه معاناه بزاف. بحال الاخ ديالي عام ونص وهو تيمشي ويجي على بنته عندها ثلاثه سنوات مريضه بالقلب عمليه بالقلب تمحل معاها لدرجه ولينا كاع العائله قدامين تنجيو معاه وتنمشيو هذا من العيد الكبير والعيد الكبير عام وست اشهر وفي الاخر من تتهضر مع بنادم تيقول لك انتحر موت شكيت مع هذه العباره هذه. وعانات هي الماليه من العيد الكبير ديال العام الاول وانا تنجري وهاد الايامات عطاوني نهار 27 في الشهر وجيت وقال لي ارجع الجمعه ورجع الجمعه قال لك الجمعه الاخرى غادي نشهد بها اخلاق ما كايناش بعدا قبل المواعيد المعامله انسانيه ما كايناش معانات هما اللي فلوس راه تيمشي يداوه والاخرين راه تكرفيس. كاين المعاناه اولا في الرونديفوات وثانيا الاستقبال ديال المرضى ماشي هو هذاك ماشي من ناحيه البروفيسورات بالعكس من ناحيه الفيرمليات كيعاملوك بحال شي معاملات كلب ما تستقبلكش تقول لك سيري بلاتي ما ناخذش من عندك الورقه. معاناه كثيره من ناحيه المريض كيغسل راسو يغسلوا ليه والله المهم انا ملي كنت نعسه كنكس كنغسل راسي يعني كنقي كيجيو الاهل ديالي اللي كينقيوك. بالنسبه كاينين شي بحال مثلا تحاليل ديال الدم ما كاينينش كاينين شي كيكونوا شي حاجه وكاين شي حاجه كتقول لك ما كايناش سيرو مثلا الراديوات كيكونوا خاسرين كيبقاو يديوك ويجيبوك كيكون دابا الموعد ديال الطبيب عطيه لك فواحد الوقت ما خصناش نحطو وحده ندخلو غير هذوك اللي الممرضات من المدينه شويه نمين نتنعسوا فيه ما خلوناش ندخلو نعطوهم حياتهم مكرسين ما حيدوش وحدهم شي حاجه يحقروا وحدهم تتعطيك قبل كتدخل شوف وخرج يا سمح ما خدام ما ناكلو الماكله في بلاصه ديال القلب واحد الحاله في السبيطار حق الله العظيم طبق الله عمر هضره كنلقاو ماشي في السيكريتي وفي حدوك الفرنيات هذاك الشيء اللي دور هذا ما حلوش عطيتيها دخل ما عطيتيها تحبسك هاد الوقت حنا الماكله حبسونا ما خلوناش ندخلو قادو لينا الماكله صدنا مكلفطه حدا المرحه حاشاك غارقه في البلاط الانغا وحالتي حاله بلا ضفوهمش شرينا لي كوتو غسلنا وقادين دوك انا غادي نسطر غادي نصاون غادي يكون شي بعدا نغسل ليها وقلنا لنا نجيبو كي ندور لنا عدل وندخل باش نغسل ليها ونصاون ليها ما كيدوهاش في المرضى طبق مع ما هضر الصراف الخدمات كتكون شويه بطيئه حيت المريض كيكون كيعاني كيبغي شويه الصراحه سي ديرك ملي كيدخل واحد المريض هما اللي كيعرفوا البروسيدير الانسان المريض اللي كيدخل علاش كيفاش كيتعامل والمرض كيدخل كيقول يجيب هذه يجيب هذه يجيب هذه الانسان المريض البروسيدير خاصو يكون فاسيل سي كلش هولا عاد الوراق حيت الوراق ماشي هما المهم حاليا ندير ثلاثة تحاليل فاسكور سير ديرينا هادو على برا وشحال وراك كتسنى تما ودابا حاليا انت كتشوف فيني تا هو مريض وجايين عاد انا منا واحد الجماعية وشحال حنا كنتسنى طوناج الانسان راه عند الراميد ولكن ما كتشوفش شي فلوس الدار في السبيطة ديال المعانات اللي عندي كتبقى تمشي وتجي الفلوس ما كايناش باش كتبقى طلع وصهرات خاص دابا هما من هنا انا دفعوني سيدي دفعوني للطبيبة على برا دوز على السويس ب 5000 ريال هو دابا دفعوني برا وانا ما عنديش الامكانيات انا باش نخرج على برا غير التحاليل بوحدو اللي خرجاتو ليا 25000 ريال قال لك لا ما ديريش التحاليل هنا الحضريه سيدي دارت العمليه هنايا عندهم وما نجحتش ليها وباقي الطبيب اللي دارت لها العمليه ما رجعتش ما شفتهاش جيت لعندها قلت لها الحضريه راه كيما كاين خلات لها التعفن راه باقي دابا كتمشي وتجي كيعاودوا لديك العمليه باش يحيدوها ليها ما بقاش ما شفتهاش كنشوف غير الطب كل واحد كيروح للاخر واحد كيروح للاخر كاين لا معامله لا استقبال لا مريب كاين البشر ربي مكرم البشر وما ديروا الحيوان شوف الدريه كيفاش دايره الحاله ديالها تقريبا شي 6 سنين وصلوا ما بقاش بغيت والو هي ولا في عندها التعفن وما كاينش دابا نيت عطيني رونديفو ديال العمليه قال نهار الخميس اللي فات جيت الخميس جايبه مانطا جايبه اختي جايبه كلشي صبت دابا نيت عامر قال حكى البلوك في شي فوتي وما عرفتش شنو دايرين في كيسكوبي راه ما نعرفش قال لك الناس سيرو رجع ثاني ثلاثين رجع الاثنين ما كاين والو كيش معمل تفاعل من الصباح بريا بلا فطور من الصباح حتى الليل حتى دابا هذا راجل ديما هذا هو الحال ما كاين لا طبيب لا فرمي لا حتى شي حاجه لا استقبال لا حتى حاجه ما كاينه هي هذه الا مشيت درت شي حاجه ديال العمليه عندهم دخلتي داخل شي حاجه بسيطه تصدق من المرض تما تقصر من هذاك الشاب لا موسياس كاين لا لا حتى حاجه ما هي هذه نمشي ونجي ولكن كيعطوني رونديف كاين بنتي وكنجيب عطاني رونديف طويل ولكن كنت كنقضي كنمشي وكنلقاوش معامله زوينه كنبقاو نتخصخو يعني ملي داروا هاد الراميد خلاص بقى كيسري صوري هادي صوري هادي ديري هادي وكان الفلوس سيدي ما كنلقاو صعوبه مع حد سيكيريتي ولا اي حاجه خاصك تدور معاهم دخل كاجي السبب تاع الناس وصافي واش كيبان لي انا فعلا واخا السبيطار زعما ديال الدوله ما كاينش شي حاجه زعما اللي خدي السعر الضعيف معنا ما عندوش كيبقى يتسنى ولكن الحقره في واحد الشهر ولا اربع شهور هذا هو المشكل
كاين هاد بالنسبه لي انا الدريري عنده مشكل التنفس شي في موريس صيفطوني كاين من يوسف ملي جيت حنا ما عندناش امكانيات بالنسبه للانعاش شنو غادي ندير دابا الدريري ملي سولت قال لك ما يخص مصاري من السبيطار السبيطار سيدي واش غادي ندير خمس سنين وانا كنعاني قفازة كنلقى مشكل ما كنلقى مشكل معاهم انا كنمشي على السبيطارات كنعداو في 20 غش في موريسكو هنايا تبعت انا وانا حالة ضعيفة انا مهجلة ما يسال العوال كلشي لا هما ولا حنا تحاليل غاليين عليا ما كنلقى باش نديرهم كنلقى المشكل في الدواق ما نلقى باش نشريه حتى حاجة فيه مزيانة قلتي المرضى يموتوا هكاك واقفين رجعنا لكم مستمعينا الكرام نناقش معكم اليوم نداءات استغاثة قادمة من السبيطارات ديالنا. للأسف الشديد هذه شهادات مكلومة، هذه شهادات معجونة بالألم، هذه شهادات تتقول وتطرح السؤال واش أنا مواطن ولا نصف مواطن ولا ما ساويش في البلاد. أحيانا الوراق أهم من المواطن، مي تمشيو لدول أخرى تعالجوك وترتاح وتقاد وعاد ديك الساعه يسولوك واش عندك شي ورقه ولا عندك شي حاجه. احنا في البدايه خلص ارى الورقه ومن بعد عاد تشوف واش نديرو معاك واش نعطيك البلاصه ولا لا. المشاكل كثيره والاكيد ان مجموعه من الامهات اليوم اللي ربما هاسيل الكفه، كاين امهات هاسيل الكفه للحبس وكاين امهات هاسيل الكفه للسبيطار. لا القفة ديال الحبس سهلة ولا القفة ديال السبيطار سهلة. شحال من واحد يتسنى واحد الرانديفو اللي ما بغاش يوصل، شحال من واحد اللي تيتسنى موعد في العلاج اللي ما بغاش يجي، شحال من واحد اللي تيتسنى واحد العملية اللي ما بغاش تكتاب وتيتفرض عليه احيانا ربما يقدم احيانا الرشوة او احيانا يقلب على الواسطة ويقلب على المحسوبية باش يوصل. المستشفى هو مؤسسة اجتماعية، الأمراض اللي كاينه في المجتمع كاينه فيه، كاين نقص في الموارد البشرية لأنه فعلا باقي عندنا مجموعة من التخصصات عندنا الناس فيها قلال، باقي خصنا نخدمو بزاف. المغرب دابا حاليا يلا عندنا 5 ديال كليات الطب، مازال خصنا نزيدو ومازال خص يدار. عندنا نقص كبير في البنية التحتية، نقص كبير في عدد الأسرة، نقص كبير في التجهيزات، غلاء ديال التطبيب وغلاء ديال الأدوية. عندنا المحدودية ديال التغطية الصحية، ماشي كلشي عنده لا ميتوال كما تنقولوا بالدارجة المغربية، ماشي كلشي عنده التغطية الصحية. عندنا أخطاء طبية أيضا، القرب الصحي ما كاينش، في بعض الأحيان تتلقى أنه مجموعة من المستشفيات ومجموعة من المؤسسات، ربما وزير الصحة قالنا بأن 145 مؤسسة صحية مبنية واجدة ولكن مسدودة لغير الله، ما كاينش اما تجهيزات او ما كاينش ناس اللي يخدموا فيها، موارد بشرية اللي تخدم فيها. ولكن شنو السبب اللي وصلنا لهذه الحالة؟ ما نساوش السياسات ديال التقويم الهيكلي من الثمانينات، البرنامج ديال الباس كان ضرب فيه القدرة الشرائية، كان ضرب فيه المسألة الاجتماعية، هزينا يدينا من الشأن الاجتماعي وخلينا غادي في اتجاه رأسمالية متوحشة. ما نساوش بأنه كاين مسؤولية المواطن، هذا المواطن اللي تيبكي، هذا المواطن اللي تيشكي، هو اللي خرق القانون ولا عندنا 220 ألف شخص ما يستحقش الرميد وخضار الرميد، والناس مساك اللي يستحقوا الرميد ما توصلوش بالرميد. إذا هذا المواطن أيضا هو اللي يعطي الرشوة، هو أحيانا اللي يكون مسؤول على هذه الوضعية. كاين المسؤولية ديال الدولة، الدولة اللي تتدخل واللي تتاخذ ضرائب واللي تتاخذ الأمور كلها. هنا الضرائب فين غيبانو؟ دافعي الضرائب يدفع الضريبة من أجل أنه يشوف طريق مقادة، يكون سبيطار قريب ليه، يشوف تعليم في المستوى. ما ننساوش عاوتاني بأن المعرفة الصحية ديالنا عندنا فيها واحد المحدودية كثيرة. دائما خلي داك الجمل بالك، دائما تنخافوا من الطبيب، تنخافوا من ريحة السبيطار، دائما تنبقاو لا خليها خليها، أحيانا ما تنديروش الكشف مبكر، ومين تنمشيو في الآخر تنوقعوا في مشاكل حقيقية. السؤال اليوم أش خصنا نديرو؟ واش الصحة أولوية مركزية في الحياة؟ أكيد اليوم
محتاجين أنه نعترف بقيمة المواطن، نعترف بأن هذا المواطن الذي خلص الضريبة من حقه العلاج، من حقه الصحة. ما بغيناش هاد الشهادات المكلومة تكرر، هاد النداءات الصغيرة تكون بهاد الشكل كبير جدا. لأنه اليوم في اللحظة ما تنسمع واحد سيد غادي للسبيطار وما عندوش إمكانية للولوج لهذا السبيطار إلا لعطر الرشوة، إلا لكان عنده باك صاحبي، إلا لكان يعني من قشدة المجتمع، هنا المشكلة تكون كبير. قلنا ولا 9 شهور ماشي دائما تقول شي عايش وشي مونس اللي عايش. مفروض هو أنه في اللحظة إلا حس الإنسان بشي مرض ولا شي حاجة ما يبقاش يلقى ويفكر في التبعات ديال هذا المرض، ويفكر في المشاكل اللي جايين بعد هذا المرض. لأن المرض يؤدي إلى الإفقار، لأن المرض يفقر ما هو معنوي ويفقر ما هو مادي. ولكن للأسف الشديد اليوم مشكلتنا كبيرة مع السبيطارات. أكيد أن مجهودات بدلات، ولكن باقي الكثير من الخلل. اليوم مستمعينا الكرام، ويعني جريا على عادة الحلقات الأخيرة من البرنامج، هو أن الهدف اليوم نسمع الناس اللي تيعانيوا مع السبيطار، نسمعوا الناس اللي ربما من أمام أبواب المستشفيات اليوم اللي بغاو يوجهوا رسائل إلى السيد وزير الصحة، إلى المسؤولين على الصحة في هذه البلاد، يوجهوا لهم نداءات استغاثة. بلا ما نذكروا الأسماء، بلا ما نذكروا كذا، قول بأنني في المستشفى الفلاني تنعاني من كذا، تنعاني من رانديفو، تنعاني من الشطف في استعمال السلطة، تنعاني من شي حاجة. بغينا اليوم نداءات استغاثة ديال المعنيين بالأمر اللي تعاني من السبيطار ومن الكفة ديال السبيطار ومن الرانديفو ديال السبيطار والتحليلات ديال السبيطار. مع اعتذارنا جميع المستمعين الآخرين، نفتحوا الفرصة، لأن الهدف هو أنه الحلقات ديال البرنامج تكون صوت من لا صوت له. لأن السيد اللي تعاني مسكين دابا في السبيطار باقي يتكلم، باقي يبوح، باقي يفش قلبه، نعطيه اليوم هذه الفرصة باش يتكلم. نعود إليكم بعد الفاصل. برنامج تمغربية الحقيقية، بلا زواق، بلا مكياج وبلا خطوط حمراء. تناقشوا ما تحت الصفر، جراحاتنا، مشاكلنا، همومنا، أشياءنا اللي دائما تنتمنى أنها تكون في أحسن مقام، في أحسن وضعية. ولكن للأسف الشديد الكثير من الأخطاء التنموية، الكثير من الأخطاء البشرية، الكثير من الأخطاء السياسية اللي حتمات علينا أننا نعاني، وأنه تكون عندنا الكثير من المساحات ديال الخلل والكثير من المساحات ديال البياض. أكيد أنه كاين تميزات أخرى، ولكن هدفنا هو نخمل الدواخل ديالنا، هدفنا هو نقلبه على الأشياء السلبية باش ارتقيه للأشياء الإيجابية. نشكر مهندس هذه الحلقة الصديق العزيز إبراهيم رقيق، ونشكر أيضا الصديق مولود سهل وفرنا شهادات. مكالمتكم الهاتفية نستقبلوا على أرقامنا 05 22 31 33 33، 05 22 30 00 00. معنا أول مكالمة. ألو، السلام عليكم. يا مرحبا. ألو. ألو، السلام عليكم. مرحبا سيدي، أهلا. بارك الله فيك سي عبد الرحمن عبد الرحيم، كنشكرك كنتقم تخليني معك. الله يبارك فيك، شرفنا بالاسم سيدي. معك عبد العزيز بادة من المسكورة. السي عبد العزيز بادة، أنت أمام شي سبيطار السي عبد العزيز؟ السبب ديال في المستشفى ديالي كان وقع في ماشي ليا انا والزوجه ديالي في 2011 لما كانت كتعاني من المخاض ديال هذا الشيء. واخا نذكر اسم المصحة سي عبد الرحيم؟ لا، بلا ما نذكروا المصحات، الله يجازيك بخير. عيط تفضل. لا ما نذكروهم، ماشي مشكل. ديما هذا واحد المستشفى اللي هو معروف شويه في مدينه الدار البيضاء، والمرأة كتموت بالمخاض، وكتعرف الله يسمحنا من الوالدين، المرأة كتموت بالمخاض و
وعمر له وعمر له وقد لا تقدم على السواد ولا شيء. وهذا خاصة بكسام اللي شدوه ودير لنا شي حاجة كاملة ودير لنا شي حاجة تبقى تما شدوه وقال لنا لا ترجعوا لي انا ما شفت معاش كلي رجعنا وانا كنت كنت في الكورة ورجعنا كان ديك الساعات في الكورة مع الجهد اللي زاد عليها الحال بزاف. اضطرينا باش مشيت انا نعود نرجع في المستشفى. من رجع مثلا في المستشفى هذا هذا ماشي مستشفى. لا عرفت يزيد تفضل. نرجع للمستشفى مع هذيك ثلاثة الليل بزاف بقاو شادين 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 مع صباح من قال له راك تولي مع ديك التسعود ولا ستة شوية ولا ديك عمر ولا واحد وقع ولا حاجة طار عليك طانت وخصك تمشي لواحد المستشفى كبير اللي هو مثلا الدار البيضاء معروف بلا ما نقول الاسم ديالو قال له غادي تمشي تما باش تولي تما ان شاء الله. لا بلانت قلت له انا خلاص كنت لا بلانت ماشي مشكل لك حد باش تشوف باقي ما جاش باقي ما يدخل دابا حتى العشرة ولا شنو بزاف تبدا الطاكسي حمر من ماشي من هذاك الشكل اخر تاعو دخلت ليه صافي دخلت الداخل ما كانش كان عفوا شنو ولا من شاء الله ما لقيت اللي بغيت تسولك اللي بغيت تسولك تريح لي تسمى العيط ديالك بقينا كنعافر من تولي الصباح حتى الثلاثة العشرين ولا ثلاثة ونص ملي كتبغي تدخل تشوف ما خرجوا مثلا من الكلين ولا الدعوة وداك الشيء خرجوا قال لك ولا بغيت تدخل تشوف ها بلا ما نقول لك راك عارف لما تجي تدخل تشوف المرض ديالك وتشوف الوليد خاصك تنزل ماشي مشكلة هادشي اللي قلت عليه من دون دخلنا شفناها ولكن المشكل اللي خرج الزوجة ديالي قلت لي هاد المرة إن شاء الله إلا كتب الله غادي نمشي نمشي لنا الموت ما نمشيش لذاك المستشفى قلت له أنا قلت لها علاش قلت له أنا علاش قلت له كون شفتي الحالة ديال الداخل غتهرب قلت له كنحط يدي في الراس كنهز الزفير بالدم وبالتعفنات ورحمة في واحد القضية حنا متقدمين أستاذ رحمة الله رحمة شنو نبقاو نشوفوا بحال هاد الشيء ديال في المستشفى ديالنا حنا ما كنتمناوش يكون سي عبد العزيز ما كنتمناوش يكون سي عبد العزيز تنشكرك بزاف وتنحييوك وهذه تجربة مؤلمة 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 بكثير و... واش نعطيو فرصة السي ابراهيم السي عبد العزيز السي ابراهيم تيقول لي بأنه كاين مكالمات أخرى نعطيو فرصة نداءات استغاثة أخرى ناس آخرين تاهما بغاو يتكلموا تاهما بغاو يخويو قلوبهم تاهما ربما عندهم تجربة قاسية ومؤلمة وتنشكرك بزاف وغنرجعوا المداخلة ديالك بالتفصيل. معنا مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. يا مرحبا. الو مرحبا سيدي. السلام عليكم. الله يبارك فيك سيدي شرفنا باسم سيدي. الله يبارك فيك هذاك حلين مدينة العيون. مرحبا سيك حلعيون. بارك الله فيك. واحد القصة انا عندي الوالدين ديالي في فاس. اييه. واحد الوالدة ديالي كانت مريضة. اييه. وتعرف حنا الحالة ديالنا انا ما نكذب عليك الحالة ديالنا حال الله الناس متوسطين بانه انا جيتي تحاليل وجيتي دوك لي راديو انا وداك الشيء شادي نقول لك خسر بعض الناس باش يتعاونوا باش يداوي واحد الوالدة. اييه. ومشينا للسبيطار باش نديروا لها السكانير قال لك السكانير خاسر. وصلنا واحد السمسار. هذا تلقى لينا حنا قال لك اودي بغيت السكانير قلت له قال لك ميزيد قدا وقدا وميزيد انا سيدي واخا ما كاين مشكل والله العظيم بالله الا قلت لك راه داك الشيء فيت في وصافي وصافي واحد حنايا واحد صور ودخلنا السبيطار تما الدوايات وداك الشيء كله الرشوه ولكن حنا ما بغينا نعطيو الرشوه ولكن كتشوف امك بانها غادي تموت فعلا فعلا ما يمكن لك تشوف امك غادي تموت كاع هي بهذ الحاله هذيك فهمتي يا استاذ مضطر ما يمكنش لا اسمح لك تقول انا ما نعطيش الرشوه انا مواطن كذا من حقي نقضي واحد الغرض ولكن لا يعقل الناس بانه الطب الناس اللي كيكونوا مشاو ذاك المهنه بانه ناس كيبغيو ذاك المهنه بانه العمل ديالهم تخصصي والله صادق تنشكرك بزاف سي كحل العيون وتنحيوك ونتمنى وان شاء الله يعني كما تنقولوا بالشفاء العاجل جميع المستمعين الكرام وجميع المرضى ديالنا وتنحيوك على المكالمه ديالك. معنا مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. يا مرحبا. السلام عليكم. مرحبا سيدي شرفنا بالاسم. معكم حسين كرقوسي. السي الحسين منين؟ من جامعه كرقوسي. مرحبا مرحبا سي الحسين. جيت من سمارة. اييه مرحبا سي الحسين. على افيلانس ندعم تدون الناس ديال الخارج. اها. وجابوها كيخدموا بها في جهات اخرى على ظهر الناس ديال الخارجين اللي احنا مسالين حنايا كيخدموا بها على جهات اخرى احنا ما كناش مستفادين بها يعني لابيلانس جات لكم نتوما ولكن ما تستفدوش منها نتوما ما تستفدوش منها جابوها للجامعه الجاريه جات للجامعه ديال ترقوس الجامعه ديالنا احنا وكل شيء تجيبوا الجاريه الماضي ديالها كل شيء التكاليف ديالها تستفدوا بها
ملي هذا كتقولوا بان خدامه بالجماعه ولا ما خدامهاش اصلا جماعه خدامه بها موظفين ديال الجماعه خدامين بها تدوا بها العائلات ديالهم تدوا بها اي حاجه بغاو يخدموا بها تدوا بها عندها ثاني حاجه عندنا السبيطار ما كيدوها شي حاجه والو ما كاين حتى شي حاجه تنشكرك بزاف سير حسين الدكتور تيجي لك نهار اثنين ونهار خميس نهار خميس سيمانه صافي وخاسر حسين تنشكرك بزاف وفتحتي واحد القوس اللي هو مهم جدا وهو هاد سيارات الاسعاف اللي عندنا في المغرب. عندنا في المغرب 37,000 سيارة لكل مواطن، يعني سيارة اسعاف لكل 37,000 مواطن، وهذا رقم هزيل جدا مقارنة مع جيراننا اللي قراب لينا اللي ربما تتوصل احيانا انه اكثر من سيارة اسعاف ثلاثة أو أربعة لفائدة 50,000 لفائدة 20,000 نسمة. المشكل الآخر أنه بعض الأحيان هالا بيلانس كينا ولكن أنت اللي خصك تخلص الشيفور، أنت اللي تدير المازوت باش توصلك. تنشكرك بزاف سي الحسين. معنا مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. يا مرحبا. ألو السلام عليكم سيدي عبد الرحيم. مرحبا سيدي، شرفنا بالاسم سيدي. معك الغيداني محمد جماعة بني بنتا وأبي الجعد. مرحبا سي الغيداني. سي الغيداني أولا تحياتي لك وكل المستمعين وعمال الإذاعة. الله يبارك فيك سي الغيداني. أخي المستشفى في المغرب هو عبارة عن سي الغيداني. سي الغيداني الله يجازيك بخير، قول لي مباشرة أشنو معاناة ديالك مع المستشفى؟ اللي عندنا حنا بالضبط في جماعة ديال هذا هو اللي كاين، لأنك دابا أنت اعتبر راسك أنت هو يعني الصوت ديال دوك الناس. هذا هو اللي كاين. تفضل السي الغيداني. يعني انا في المستشفى في القراوي لابن بلاتاوي انا في الصفه عامه. لا 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 من الاحسن الله يجازيك بخير نوصلوا نداءات استغاثه ديال الناس اللي تيعاني. نعم نعم انا كنعاني واخي لان احنا في جامعه ديال نيماتاو دائما نعاني من عدم المراقبه وغياب الطبيب الى يوم الاسبوع يا اخي. مره في الاسبوع تيكون. نعم الحراسه اللي يعني عندنا واحد الكثافه تكون حوالي واحد تقريبا 6,000 او 8,000 ديال السكينه. يعني كان ممرض واحد مسؤول يعني منه طبيب منه ممرض كنشكروا من هذا المنبر هذا لانه كيقوم ببعض الاعمال ولكن عندنا يا اخي الحراسه كنعانيو منها لان في الليل كيمرض شي انسان او كيصاب شي طفل وكاين الدواء الدواء وكل ما توجهنا لاخ الدواء لا نجده يا اخي. واخا شكرا سي الاول يا اخي نحمل الضرير المهني وخلاص. واخا شكرا سي الغيداني تنحييك وتنشكرك. هو فعلا لابد ان نشيروا بانه كاين الناس اللي في المستوى وكاين الشرفاء، كاين الناس اللي تيقدموا واحد الخدمات جليله للصحه المغربيه، ولكن كاين عاوتاني بياضات كثيره. كاين احيانا ها هو باغي يخدم ما عندوش جزيات، ما عندوش موارد بشريه، ما عندوش امكانيات، ولكن الاشياء اللي ضروري خصنا نتكلموا عليها نتكلموا عليها. معنا مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. معك حسن من لولي من بنقرير. السي حسن من لولي من بنقرير. مرحبا سي حسن. يا سي عبد الشريف الله يبارك فيك. تحيه ليك تحيه للطاقم التقني وجميع المستمعين. الله يبارك فيك السي حسن. مرحبا. اشكرك سيدي على هذا الموضوع. جزاك الله خيرا. مرحبا. هذا الموضوع سيدي كنا تنطلبوا تغيير. وتغيير الولاد. كاين غير في الشارع وفي الاذاعه. صافي اما في السبيطار ما كاين تغيير. بعض الادارات راه ما كايناش للاسف الشديد. انا وقع لي مشكل. مرض ليا واحد السيد من العائله. عندي واحد المرض خطير. جيتو للسبيطار ديال الحومه. شفنا السبيطار كبير لا ما نذكرش سميتو. دخلنا السبيطار سيدي شد هذيك الورقه شافها كتب لي 4 شهور ديال الرانديفو. 4 شهور يعني ماشي مشكل. ما كايناش. لا 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 ما كاين حتى شي. واش اللي الانسان اللي ما كايعرفش كيف تعطيه رانديفو؟ يلاه خصو ندخلو ديك الساعة. ديك الساعة خصو ندخلو خصو يتعالجو خصو غنسميتو. للأسف الشديد للأسف. ولا نقول لك السي عبد الرحيم. هو الله يرد بينا. الله يرد بينا. الله يرد على لعيبنا. أمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم. شكرا سيدي حسن. وهذه يعني واقعة كاريكاتورية. سيد مريض بمرض خطير. كيما تنقولوا الله يقعد الوساد الله يشافيه. ونعطيه رونديفو على 4 شهور. هذاك السيد بطبيعه الحال حتى هو تتلقاه بان اللي سولتي غيقول لك ما عنديش اسره ما عنديش مكان فارغ. ولكن الناس نهضروا على مسؤوليه الدوله. الدوله مسؤوليه عندها كيما سيدي غتضمن للانسان مقعد ديال التعليم، كيما غتضمن ليه سرير ديال العلاج، وغتضمن ليه يعني ان تاخذ ضريبه من عنده، في نفس الان تضمن ليه العلاج الامن
والكريم. معنا مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي. شرفنا. الله يبارك فيك سيدي. شرفنا. عمر بن عبد المنعم أخويا. سي عمر من قلعة مكونة. أيه. أنا زي المدينة كبد الرحيم كاش أهو ما خير غوتو. أيه. وين إحنا؟ يعني دابا. واحد الشهور هذي. أها. دينا المرأة ديال بقية الولاد. أها. في ثلاثة دلال. أيه. أيضا الشيبور ديالها بيلاوس. قال لي هو اجيو خصكم تطويل الباسبور باش نمشيو للدار اللي عنده باش نجيبوه. دابا ولا دابا عرف دابا هذا في العالم القروي يعني انه بيلانس خصك تخلص ليها المازوط وتدور مع الشيفور. ايوا هو الشيفور ما كانش في الدار كان في الدار وفي الدار ديالو. يلا حنا نديوها 98 كيلومتر من القلعه لورزازات. غديوها لورزازات هي؟ اه من القلعه لورزازات السد الوحيد. شوف وهذه في 2008 انا. انا مشيت عند واحد الطبيب دوزت مريض وعطاني واحد الدواء ياك الله سبحانه وتعالى قلت لك اللي مشيت عند ياخذ التفاصيل قال لي راه الطبيب بغا يقتلك. لا اله الا الله بغا يقتلنا هذاك ولكن موعدنا عند الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله غادي نتسمع عند الله الا تبقى لي اثنين حتى جينا في الوقت غنتسمع حتى نجي عند الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله هذه انا عرفتي هذا الشيء درت في راسي بغيت نقول انا الكارثه اخويا. الله يرحمك. راه واحد السيده كفرة هذي شحال هذي. اييه سلام. لا بيلانس وتقابلهم الناس في جيب بيلانس واش هذا الشغل ديال بيلانس هذو. لا اله واخا سي عمر عمر تنشكر بزاف وقال سي عمر واحد المسألة مهمة جدا. إلا كانت مثلا مدينة بحجم الدار البيضاء كانت تطلق منها هاد النداءات للصيغات وهاد النداءات للصيغات اللي تقول بأنه ما كاينش ما كاينش ما كاينش علاش الحقرة علاش الظلم علاش التهميش علاش ما لقاش يعني سرير ديال العلاج. ماذا عن المغرب العميق؟ ماذا عن قلعة مكونة؟ ماذا عن المناطق اللي بعيدة؟ ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. يا مرحبا. ألو 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 الله يجزيك بخير. بعدي شوية على الراديو ولا نقصي منه الله يخليك. ألو السلام عليكم. مرحبا لالا شرفينا بالاسم لالا. سميتي خديجة من بني باتو وأبي الجعد. لالا خديجة من أبي الجعد. مرحبا لالا خديجة. الله يبارك فيك. نشكرك أولا على هذا البرنامج حيت زوين بزاف. الله يجازيك بخير. الله يجازيك بخير لالا. مرحبا. المهم أنا بغيت نهضر حيت السي الغيداني هضر لكم على المشكل اللي عندنا في لوبيتال ديالنا. هو أنا معاه. ما كاينش تغطية صحية ما كاينش طبيب ما اييه وان بليس كاين عندنا مشكل في الدواء. كاين مشكل في الدواء للأسف. ما كاينش الدواء يعني. والمسؤول اللي كاين في ذاك السبيطار تيكون يوميا واخا يكون الدواء موجود الا بيفي لي عطيني شي حاجة تيقول لك ما كاينش كتجبد لي الفلوس ولا تجيب لي شي حاجة كيشدها ويجي يعطيك داك الشيء اللي خاصك اللي بغيتي. للأسف شديد للأسف هذا لما عطيتيه شي حاجة واخا تكون مجروح تكون فك الموت وما يعطيكش شي ما يعطيكش. جبت شي حاجة واخا دار له نو 5 دراهم في يدو يعطيك. للأسف الشديد يعني هذا مشكل آخر. تنحيوك لالا خديجة. ومشكل آخر عندنا في عندنا سبيطار ديال الولادة. أييه. ولكن الفرمليات ما كيهتموش مزيان كتولدها وتمشي تجي تقول لامها ولا ديك اللي مع المرأة اللي ولدها. تقول لها جمعي هذاك الشيء ديال بنتك ولا عروستك ولا داك الشيء ديك اللي معاها. لا إله إلا الله يعني أشياء تتجبد إن فوا كيتزاد الوليد ولا البنيتة اللي تزادت صافي كتحط تلوح وتمشي لحالاتها تمشي تدق عليها في الدار ولا راه الدار راه شي حاجة ولا تبدا تغوت عليك تقول لك أش بغيتي أنا الشمبر الثاني خليني في حالي بعدين مني بحال هكا كتبدا تلوح. للأسف تنشكرك بزاف لالا خديجة وهذا نداء استغاثة يعني هذا ربما يفسر وفيات الأمهات اللي مرتفعة عندنا واللي تشكل نقطة سوداء واللي تتخلينا دائما في مؤشر التنمية البشرية ديما اللور اللور يعني أنه أحيانا لا نقدر صحة المواطن ولهذا نتساءل والصحة ولا قلة الصحة مجموعة من المجهودات تتبدل ولكن أمام تصرفات ماشي إنسانية أمام تصرفات اللي أحيانا تعتبرنا ربما حيوانات أو تتعتبر مواطنين من الدرجة الثانية أو من الدرجة الأخيرة تتخلي يعني أن تبخس كل هذه المجهودات وتتبقى هي نقاط السواد نقاط الإظلام بهذه المعنى. معنا ربما مكالمة أخرى. أهلو السلام عليكم. يا مرحبا. ألو
ربما انقطعت المكالمة على المستمع الكريم، ولهذا تلح عليكم مستمعي الكرام أنه نخلي الفرصة الناس اللي ستعاني، الناس اللي عنده مشكل آني الآن في السبيطار، عنده مشكل آني مع القفة ديال السبيطار، عنده مشكل ربما مع رونديفو ولا موعد وتأخر، هادو هما اللي بغيناهم يتكلموا. نعطيهم هذه الفرصة على اعتبار أن إذاعة أم أف أم هي صوت من لا صوت له. معنا مكالمة. ألو، السلام عليكم. يا مرحبا. الله يبارك فيك سيدي، شرف. بارك الله فيك سيدي، شرف. مرحبا سيدي محمد، يا مرحبا. بارك الله فيك. مرحبا. مرحبا. أنا تطبيق في دانا والأحد يدين في المحجة بالمدان. آمين. يجب من السبيطان هذا الشفاء كل شيء من مشاش من أجل دانا والسياطرة. سأقول لك واحد السنة دينا التك. مهم نحضر من أجل دانا والسياطرة تخلنا. أيوة باش يديني ما الرد نوات نشوفه يتمتر روشة شي حاجة فينا ومرافة شي حاجة الداخل بشي حاجة. حال ما تجرب القرعة من الدواء وكتن بابا يتعدد الجرح دي وزعب يتعدد كاتر وقسم شدي الدواء مشي سيطة تنمع الجماحي تغادي تكون عما بيش تغادي إنه دين لك ما خدام شربنا سيري ترجمع سير تموت متى ترجمع وترجع باش كفاش تراتي حدو ناس تتخم تصيدا الأختياري أنا تعتبر رندويش مرات أنا شهرين شهرين ونص باش شفت بلد الحجورة عشان تلك تلك الحجورة إذا شفت وتعطيك الدواء ما تقول لك رأي بلد ورو تربي شربتك الدواء حتى العطري لا إلا إلا هي أردي لك شي حاجة أخرى أقول لك خلاص مشي بنون المرات تغطي بنونين تمشي نفس بلد وتصورت في العطرية فأزل مرازل لما ما وعد لعد عد المغرب لما يسيك كما تغيروا الماء المنطقة اللي لما فتكرش يعني هائلة تصور بابا غادي وما صورت السكانر مع مش فزيلان الاختفافات بزادة الاختفاف مع مش فزيلان كيف نقول هكسي اللي ما عندوش السكان باش يمشي بلما ما يمشي المريخ باش يمشي عن الاختفافي كيف نقول هذا كان ذكر دي برميدة في العطرية راه غير حال حجاز راه ماشي بلما تتنكوش كاد وكيب عن مرات الاجلات تشيل بلاش ماشي كبير لما هو فيه يعني هو رضي البلاد ونشوف المياه سيد محمد تنشكرك بزاف وتنحيوك سيد محمد وضعتي أمامنا واحد صور أيضا مؤلمة سيد طرات ليك سيدة المفروض أنه خصنا ندخله مباشرة لا سيرت النهار الجمعة ولا سيرت النهار اثنين ورجع هذا مشكل حقيقي ربما تفسر بشكل ما الرقم المثير اللي صدر عن وزارة التجهيز أيضا في هذه الأيام القليلة الماضية اللي تقول بأن أزيد من 62% ديال الناس اللي داروا الأكسيد تيموتوا في البلاصة هي بطبيعة الحال الضغط والقوة ديال الأكسيدة كيفاش تكون ولكن أيضا تتدخل الاستعجالي واش يكون ولا ما تيكونش يعني هذه كلها أشياء اللي ستخلينا نتسألوا والصحة ولا قلة الصحة معنا مكالمة أخرى ألو السلام عليكم يا مرحبا السلام عليكم مرحبا سيدي شرفنا بالاسم سيدي انا سيدي فريد ابراهيم من الدار البيضاء السي ابراهيم من الدار البيضاء مرحبا سي ابراهيم كنشكر السي الدكتور عبد الرحيم الهطري مرحبا سي ابراهيم البرنامج القيم الله يبارك فيك شكرا اذا ام اف ام على قبل الموضوع هذا اللي هو موضوع تحدث وراه موضوع شائك الله يجازيك بخير سي ابراهيم وقابل للنقاش وقابل للحوار مرحبا سي بغيت نطرق يا سي الهطري على اساس المستشفيات العموميه لما نذكر مرحبا كنقول بالله راه مسألة خطيرة جدا لدرجة أن الناس كنشوفهم من بعد كوما كنشوفهم في العين كيبان ليا بالله الناس يعني واخا عندهم ديك البطاقة ديال الراميد يعني لا علاقة ما بينه وبين اسم الراميد بارابور مع ديك الورقة اللي عطاتهم يعني لا تغني ولا تسمي يعني من جوع يعني ما كيستافدوش منها اطلاقا يعني غير مجرد اسم راه عندي ورقه الرميد ولكن الولوج للمستشفيات والولوج للخدمات الصحيه المفرد انها تكون مجانيه ب100% الا جينا بغينا نضرب واحد المثال واخا سي ابراهيم سي ابراهيم الله يجازيك بخير باش نعطيو فرصه عاوتاني للمستمعين الكرام اخرين تشكرك بزاف سي ابراهيم وتنحيوك بزاف على الحرقه اللي تتكلم بها والحماس اللي تتكلم به وهذا تيأكد بانه فعلا
راه المشكل ديال الصحه في المغرب راه مشكل انه ربما وصلات للعظم والناس انه تيعانيو وتيقولوا بانهم يستحقون راه جديرون بالمواطنه جديرون بصحه لائقه. ولكن ما نساوش واحد القضيه كاين اليوم واحد النقاش ديال فتح الاستثمار في المجال العمومي في هذا المجال ديال الصحه ولكن كاينه ممانعات كاينه معاندات كما الحرب اللي دارت على الادويه وتخفيض الادويه كاين اللوبيات اليوم عاوتاني تتقاوم وربما تتحارب سيد وزير الصحه باش انه ما يتفتحش الاستثمار في هذا الجانب. الان مدينه معينه ما فيها السكانير علاش سيدي ما نفتحوش انه يكون سيدي انسان اللي يتكلم واخا نرجعوا لهذه المساله من بعد ما نستقبلوا المكالمه التاليه. الو السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي شرفنا بالاسم. اهلا وسهلا لاباس عليك. الله يبارك فيك شرفنا بالاسم سيدي. هذا خالد نشاط من مريان الفقير. السي خالد من الفقير بن صالح. مرحبا سي خالد. من الفقير بن صالح اخويا عبد الرحيم والله يعطيك الصحه على هذا الموضوع هذا الرائع ديالك. الله يبارك فيك السي خالد. ونستفدوا من الناس جميعا ونستفدوا منك استاذ. الله يجازيك بخير. مرحبا سي خالد. وتحيه ابراهيم رقيق توا. الله يبارك. استاذ عبد الرحيم هذه اذا معاناه تعانينا منها احنا هذه غير الفتره ديال شي شهر هذا تعانينا منها. المرض الاخ ديالي كانت دارت بعض كدير رانديفو دار العنق ديالها بغات دير حيد وحل الوسيسه. اييه. واخويا عبد الرحيم اش نقول لك وهي تتعذب وعاطينا رانديفو مع الصفر. يعني هي تتعذب وقالوا لها سيري منها اربع شهور عاد رجعي. ايوا تتبقى زينه في الدار ومشاكل والله العظيم علينا منها بزاف وقال لي الحاج التوقيت ديال رانديفو ثاني سير ما كاينش تليب عاود رانديفو اخر عزريك هو ودعقنا تدعقنا وعقنا عطينا راسنا الكلينيك. الكلينيك وثاني حاجه اخرى هي المعاناه اللي تيعانيو منها المرضى دوك هي ديال الوقت ديال الدخول ديال المستشفى حاليا. الناس المريض تيتسنى في وقت مع الدواء ديال الغداء ولا شي حاجه من الناس يجي يشوفوه تنتسناو حتى الربعه. دابا الناس دوك وقت القايله ديال الناس اللي تكرك وتسارح. عاد هو واقفين دابا قدام السبيطار دابا في المستشفى البلدي ديال بيمنا من الدخول حتى الربعه. حتى الربعه عاد دخلوا. حتى الربعه حتى الربعه هذاك الدخول. لا اله الا الله. وما كاين وملي كنتو جايين من بيمنا الملهي هذه المناطق الصغيره والله ما تنصيبو منكم تيحب لنا منكم اخويا عبد الرحيم حتى ل 20 درهم مع المغرب. لا اله الا الله. ما عاد يخرجوا من عندكم اي شيء يخرجوا. المغاربه السي كنطلبوا من وزاره الصحه تسمى هذا المشكل هذا لان على اساس هذا تيحاولوا هذا المرضى بزاف حنا ما كنعطيو الانسان وقت الغداء وقت الغداء الناس تستنى باش يجي الغداء وداك الشيء الناس تعاني بزاف والغداء السي خالد تنشكر السي خالد السي خالد تنشكرك بزاف السي خالد وتنحيوك وتنحيو جميع المستمعين الكرام ديال اوفياء اذاعه ام اف ام في المنطقه ديال الفقيه بن صالح ومنطقه بني ملال عموما. قبل من ندوزو لمكالمه اخرى لابد نشيروا لواحد المساله مستمعينا الكرام انه يعني التنظيم ديال المستشفى كاين واحد النظام اذا كان هذا النظام يسري على الجميع ما كاين حتى شي مشكل ولكن الا كان شي يدخل وشي ما يدخلش هنا تيولي تنخليو من تيدوز الماء وتنخليو اشياء اللي تدوز فيها امراض اجتماعيه من قبير شوى ومن غيرها. المشكل اللي تيوقع دائما هو ان هذا المواطن اشنو طالب؟ طالب الحق ديالو في انه تقولوا لي بانه مواطن كامل المواطنه. اكيد انه امام ضيق ذات اليد هذاك الطبيب اللي سيعطيك ذاك الرانديفو عارف بانه ما عندوش الامكانيات ما عندوش الامكانيات يشوفك تتعاني وخصك تدخل في ديك اللحظه. ولكن شحال من طبيب عندنا تما شحال من سرير عندنا تما شحال من امكانيات عندنا تما. اذا هنا خصنا نرجعوا للور شنو الاخطاء اللي دارت؟ علاش مشينا تنستثمروا في اشياء ونسينا الاستثمار في اشياء اخرى؟ علاش دخلنا في هذا البرنامج ديال التقويم الهيكلي وضربنا القدره الشرائيه وضربنا المواطنه وضربنا الخدمات الاجتماعيه؟ لان الخدمات الاجتماعيه هي الاساس. اذا كانت عندك صحه قويه، اذا كان عندك تعليم قوي، اذا كان عندك سكن قوي، اكيد ما تتكونش اعطاب اجتماعيه، اكيد ما تتكونش ظواهر مرضيه. ولكن لك الخلل في هذه الاشياء اكيد أننا تندير المقاربة الأخرى وهي الاستثمار في الحجر وليس الاستثمار في البشر. معنا مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. يا مرحبا. ألو سيد رحيم. مرحبا سيدي شرفنا بالإسم سيدي. الله يبارك فيك سيدي شرفنا. الله يبارك فيك سيدي. عبد الرحمن من دار البيضاء. سي عبد الرحمن من دار البيضاء. مرحبا سي عبد الرحمن. الله يبارك فيك. الله يحفظك بخير. واحد السؤال واحد الموضوع
مرحبا. نسولك على ديك السيده اللي عيطات ديك المره مسكينه على حساب الاعتصاب. اييه. واش تاخذ هذا ولا لا؟ حيت الجوج هذه اللي كنسولك ديال اللعب. اييه، السي عبد الرحمن، بالنسبه لذاك النداء ديال الاستغاثه اللي طلقته حنان، باقي متابعه مستمره، ولكن للاسف الشديد هو انه الرقم اللي اتصلت منه هو رقم مجهول. يعني انه تلك البطاقه غير واضحه، وكل البطاقه غير واضحه، هنا المشكل فين؟ تصعب تاع الاجهزه الامنيه انها تتبع يعني مصدر المكالمه. انا كان امانه كبير انها تكون تكلمات مثلا من الهاتف الثابت ديال داك البيت، وكان غيسال مباشره، ولكن يبدو بانها تكلمات من واحد رقم مجهول، يعني بطاقه عاديه ربما يشريها اي واحد، وهذا هو الاشكال. تشكرك بزاف سي عبد الرحمن، وتنحييك وتنحيي جميع المستمعين الكرام. واكيد واكيد ان المستمعين الكرام ما كاينش حنان وحده، كاين اكثر من حنان، ولا ربما في الحلقه اللي درنا مباشره من بعد النداء ديال الاستغاثه اللي تلقاته حنان وخصصناها للاغتصاب، بان بانه الكثيرين وهم يعني حنان. ولهذا المتكلمات والمستمعات اللي تكلموا معنا وفضلوا انهم يسميوا راسهم حنان، كلهم عبروا انهم تعرضوا وتتعرضوا بالاستمرار للاغتصاب. الى كان بالامس القريب مستمعينا الكرام تكلمنا على الاغتصاب الجنسي، اليوم ربما نتحدث عن اغتصاب اخر، مواطناتي. لانه في اللحظه ان الانسان ما يلقى السرير ديال العلاج، في اللحظة من أن الإنسان تيعاني وتيتألم وتقول له سير من هنا 4 شهور، وأحيانا إلا دفعتي 50 درهم ولا 100 درهم ديك 4 شهور تولي في النهار، هنا تولي اغتصاب المواطنة، هنا تولي الإحساس بالانتماء. ولهذا لابد أننا نتسأل اليوم، هاد الزروات اللي كاينة في الصحة إلى متى غتستمر؟ هاد الزروات اللي في الصحة دائما تنطرحوها دائما المستمعين الكرام وتنقولوا، واش إلا كانت قدر مرحبا بها، ولا كانت نتيجة ديال أخطاء سياسية؟ هنا السؤال كيفاش خصنا نديروه. اليوم لابد أن الصحة تولي أولا، ما تبقاش الصحة ديال المواطن هي أرخص شيء في هاد البلاد، بل هي أغلى شيء في هاد البلاد. لابد أن قيمة المواطن أيضا ترتفع، لابد أن العدالة الاجتماعية تكون واضحة وقوية، كل شيء عنده نفس الدرجة في الولوج إلى العلاج، لا ذاك اللي ساكن في أيت بوغماز ولا اللي ساكن في الدار البيضاء، لا اللي ساكن في الواد في سلا ولا اللي ساكن في بطانة في سلا أو ساكن في حي الرياض في الرباط، كلهم سواسية، كلهم ولا 9 شهور. لابد أن المواطن أيضا، هذا المواطن اللي ربما اليوم تيشتكي وتيعاني، وهذا هو ايضا ربما المسؤول، هو اللي تيقدم الرشوة، هو اللي تيشوف الصف وتبغي يدور من جنب ويدخل ويخرج هو الاول، هو احيانا اللي تيحقر داك الممرض وتيحقر داك الطبيب وتيتعدى عليه. ما نساو شحال من ممرض مسكين تيعاني، شحال من طبيب تيعاني، ما نساو شحال من واحد من طبيب ومريض اللي مسكين انه تصاب بامراض معدية بسبب يعني انه علاجه لينا حنايا. ما نساوش بانه في كثير من الاحيان ما تنعطيوش، اش من تنعطيو انت ما تتخلصش الضريبه، انت احيانا يعني تترمي الزبل في الزنقه، احيانا تدوز ديك المرحله ديال الاستشفاء وما تجيبش حتى واحد المزهريه لديك المستشفى، شحال تنقدمو؟ اذا في كثير من الاحيان حنا ربما ما تنعطيوش، ولهذا ما تناخذوش. معنا مكالمه اخرى. الو، السلام عليكم. مرحبا. الو، مرحبا سيدي. الله يبارك فيك، شرفنا بالاستضافه. الله يبارك فيك، شرفنا بالاستضافه. معك البيض الامين من زاكوره. السي البيض من زاكوره، مرحبا سي. سيدي كنشكرك على هذا البرنامج اللي كانت واحد المتنفس ديال هذا النخل، ديال هذا النخل اللي في المغرب، المغرب غير نافع. الله يبارك فيك السي البيض، مرحبا سي. زاكوره سي عبد الرحمن اعتبروا من العهد للسبب المغرب غير نافع، حتى المسؤولين للاسف كيعتبروا لهم التشكيله الجايه المغرب غير نافع. اها. خويا الله يخليك، انا عندي جوج المشاكل. المشكل الاول ديال سكاريا زاكوره من 97 ما بقاش تابعه للكيبور، تابعه من 97. اييه من 97. يعني 17 سنه تقريبا السي عبد الرحيم ما فيهاش سكاريا. دابا زاكوره، لا لا الله يجازيك بخير، عيب باش نضبطوا هذه المساله السي البيض. نعم. يعني اقليم زاكوره كامل ما فيه سكاريا. اقليم زاكوره السي عبد الرحيم من 97 تعينات العماله في زاكوره ما فيهاش سكاريا. دابا انا بغيت تشوف الطريق الوطني رقم 9 ما كانت لقاها عمرها غير بلا بيلونزات طالعه لمراكش. محتوى ردوس ما بقاش يقبل المواضيع ديالنا حنا.
لا اله الا الله. دائما مرصات ولي اته بلدي زقورة ما فيهاش ابي نص ابراهيم زقورة فيها سوق اسبوعي نصف اسبوعي مداخل وطيله ما فيهاش ارض سوق موقع لك شي مشكل كتبقى تطلبي منصه تيجي شي راجل تاع السياسه كيبين لك السياسه كتلوقو تقعدو قليل توصلي في راسو باش يطلب لك ارض للاسف الشديد يعني هذه القضيه ديال زقورة كارثه كنا كنغوتو في العمل ديال كل وقع ديك الحادثه ديال ديك المره اللي ماتت من اللي مات ديك المره وشبه المدير اللي كنشكرو مع البار مات السبيطار اي ادنى حاجه بسيطه تعملوا لك ورقه وتصيفطوا كاين غادي تمشي الله اعلم لا اله الا الله الان زقورة مستشفى الاقليمي كان فيه غير 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 القطط والسيكوريتي ما كان عندك من كجات اللي كيقعد سيمانه هنا وكيعطيك رونديفو لا اله الا الله حنا في المنطقه راه نعاني مشاكل كثيره الصحه الطرق الاراضي الجموع مجموعه المشاكل لا اله الا الله لا اله الا الله تنشكرك بزاف السير بيير وهذا نداء استغاثه واضح نداء استغاثه لا غبار عليه تيقول بان اقليم بالمؤهلات السياحيه ديالو بالمطار ديالو اللي تا هو باقي وقف التنفيذ تا هو تفتح وتسد عاوتاني وبالامكانيات كلها الهائله ديالو بالتاريخ اللي عنده ما فيه سكانير والسكانير الأقرب هو ورزازات وهذاك بطبيعة الحال اللي ضغط كبير ديال المناطق كلها اللي دايرة به إذا الحل هو المرور من مقصلة تيزين تيشكا للأسف الشديد ما زالت ربما نقدم لها قرابين من حين لآخر وتنذكروا ديك المأساة ديال ذاك الكار وديك 56 ضحية وأكثر للأسف الشديد هنا تيطرح الاستثمار يعني في الميدان الصحي علاش يا سيدي هذه المنطقة زاكورة ما نفتحوش انه يتستمر فيها تما ويجي واحد سيدي الدولة ما قدرش دير سكانير نجيبو سيدي واحد من القطاع الخاص ويدير سكانير ولكن بضوابط وبشروط معينة انه خص كل لجنة علمية يكون طبيب مسؤول على المسألة يعني علاش هاد المال غنبقاو نستمروا حنا عا في البني ما يكونش عندنا استثمار حتى في الجانب الصحي الدولة هي عاجزة عن تقديم يعني وتوفير سكانير في هذه المنطقة إذن هنا لابد أن نغلبوا مصلحة المواطن على أي مزايدات سياسية منغلبوا مصلحة المواطن على ربما حروب صغيرة نخوضها أحيانا ضد وزير الصحة بين الأطباء وبين كذا ويكون الهدف الرئيسي هو ذاك المواطن هو النداء الصيغة اللي جانا الآن من زاكورة اللي ما فيها سكانير بغينا غدا وعدو انه ما تكونش هاد النداء هاد الصيغات مكرره وبهاد نفس الالم وبهاد الفجيعه معنا مكالمه اخرى الو السلام عليكم يا مرحبا الو الو ربما انقطعت المكالمه على المستمع الكريم اللي مشكل ايضا لابد نطرحوه هو في اطار المعرفه ديالنا الصحيه كاين عندنا واحد الهشاشه على مستوى المعرفه الصحيه كاين عندنا واحد الخوف من الطبيب كان عندنا واحد الخوف من السبيطار ومن ريحة السبيطار ولكن اشنو اللي بنا هاد الخوف اشنو اللي بنا هاد الفوبيات والسوء الاستقبال واش ربما هاد الصور النمطية اللي عندنا على السبيطار واش احيانا عدم التغير اللي وقع اليوم احنا محتاجين للكشف المبكر محتاجين للتوعية الصحية محتاجين للقرب الصحي دائما تنقولها مستمعينا الكرام انه للأسف اليوم كان عندنا قرب انحرافي بغيتي المخدرات قريبة لك بغيتي القرقوب قريب لك بغيتي أي حاجة ديال الشر قريبة ولكن الصحة هي أبعد ما يكون والدليل على ذلك هو أنه أزيد من 50% ديال الساكنة في العالم القروي أقرب مؤسسة صحية لها تبعد بعشرين كيلومتر دون الحديث على محتوى هذه المؤسسة الصحية واش فيها تجهيزات واش فيها موارد بشرية واش فيها اللي غيقوم بك معنا مكالمة ألو السلام عليكم يا مرحبا ألو السلام عليكم الله يبارك فيك سيدي شرفنا بالاسم سيدي السي عبد الكبير مرحبا السي عبد الكبير السي عبد الكبير من ولاد تيمة مرحبا السي عبد الكبير نقول لك سي الو ابراهيم عفري كنسمعك تفضل سيدي تفضل نقول لك سي عبد انا من مريض المراه بطاقات رامي كنا بنا احنا تقسينا من دار المراه عندنا انا كنردو فلوس احنا بدا سي ابراهيم ما عنديش تحت انا تدرت وعندي عندي ثلاثه الوليدات مازال عصغار وانا تقسيت منها ما شديتها هي عملي حفظ الجر في القياده وقفيلا من هدف سي عبد الرحيم ولكن السي الكبير علاش حيدوا لك الراميد علاش حيدوها لك واخرج هي فيها فلوس وما عندي باش نخلصها شحال ديال الفلوس
12,000 ريال في العام. إيه. وراه هذا هو اللي بغينا نهضروا عليه، يعني انه 12 ريال العام، ولكن راك غتستافد من واحد السله ديال العلاجات. وانا السي ابراهيم الله لقيت راه قال لي السي لقيت قال لي هذه تاجا هذه وفكر لي هذه نشكرهم قبل ما نفرحوا ولا ندير هادشي وهادشي. ما كان ندير لك السي الكبير واش خدام واش دير في الحياه ديالك؟ وانا خدام عمرو كتبدا السي ابراهيم. فاش خدام السي الكبير؟ نعم. فاش خدام السي الكبير؟ وا خدام هادشي ديال ما نقدر عليك البراد واحد ساهمه. فاش خدام؟ فاش خدام؟ ها؟ قلت لك فاش خدام؟ موقت موقت عاد موقفي. ايه يعني في الموقف خدام. ايه لا نخدم لا ما نخدم يا الله لا قال رديت 30 درهم ما عرفتش انت يا سي عبد الرحيم. لا لو هادشي عرفوا المسؤولين وهذا واخا قلت لهم على الوضعيه ديالي ما بغاوش يعطوك البطاقه. والله وقع شي خلاف كنت رد السي عبد الرحيم نهار الشيخ ما كنت هو اللي دار هو اللي قال لك هادشي. للاسف للاسف هذا نداء استغاثه تيطلق مواطن بسيط يعني كما تنقولوا نسميه معطاش نسميه ديال الموقف نسميه مانوفري سميه التسميات اللي بغيتي في المجتمع المغربي كنا تنعرفوها. انسان طالب معاشه طالب معاشه شوف هاد القيمه وهاد الدلاله ديال هاد الكلمه اللي عطاوها المغاربه لطالب معاشه يعني يطلب معاشه. كنا طالبين معاش كنا طالبين العيش الكريم هذا يطلب العيش الكريم فقط وبغى بطاقه الرميد ديالو. إلا كنا هاد السيد غنمنعو عليه علاش ما منعناهاش على 220,000 كما قالنا وزير الصحة اللي ما يستحقوش الرميد وخذاو الرميد فقط لخلافات بينه وبين ربما شي عون من أعوان السلطة. هذه هي الأشياء اللي تطردنا اللور هذه الأشياء اللي تتخلينا نتسألوا عن انتماء في البلاد واش ننتمي إلى هاد البلاد ولا لا غير حارقين ليها لانه كاين اللي منتمي وكاين اللي حارق لهاد البلاد. ناخذ ربما اخر مكالمه. الو السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي. مساء النور سيدي. شرفنا باسم سيدي. احمد العكاري بن ملان. سي احمد بن بني ملان. مرحبا سي احمد. الله يبارك فيك خويا. سمح بعد واخا مرحبا انه الانسان ما يتصلش ما عندوش مشكل انك وانما خويا من الحرقه. مرحبا. طلع لي واحد الابن ديالي خويا في المستشفى. لا اله الا الله. نتيجه اهمال ديال الناس الممرضات دوك الممرضات لا اله الا الله. البركه في راسكم السي احمد. الاهمال خويا هذه مده ولكن تبقى الذكرى لا تنسى راه هذا فلات كبير. حقيقه خويا هي بقات فيها الحرقه وبغيت نمشي انا لهذ الواقعه هذه باش الناس المسؤولين يشوفوا من حال الناس الضعفاء واش اللي ما عندوش فلوس باش يدور واش اش غادي يدير هذه ما عرفتش انا كيفاش. ووقع لي نفس المشكله خويا في هذا العام هذا ديال 2009 ولكني هذيك الساعه درت الموقف لانه كان عندي الزوجه ديالي 6 ايام وهي في السبيطار اخويا. اييه. من نهار 6 ايام عيطت عليا في التليفون قالت لك راه غير تجي ولا ما جيتيش راه غيوقع لي نفس المشكل. لا. مشيت كنجري قال لك غادي تبصم بان راه انت غادي تخرج وتحمل المسؤوليه. قلت لهم قالت لهم غتحملوا مسؤوليتكم. وخرجت الزوجه ديالي وديتها للكلينيك وولدت السيزاريان وعرفتي اخويا غنقول لك 5 دقائق كنت الدري غادي يموت. كان غيموت. للاسف للاسف شديد يعني هذه اشياء تؤلم وهذه جراح يعني تنشكر بزاف واجركم الله والله يبدل المحبه بالصبر واملنا كبير هو ان هذه النداءات للصغات ما تكررش. املنا كبير هو ان هذه الصرخات وهذه الاهات وهذه الزفرات ديال السخط انها ما تكررش لانه في اللحظه اللي الانسان تيفقد ذاك المولود اللي ربما ينتظره اللي هو اكثر يعني واحد الهبه من عند الله سبحانه وتعالى وانه يعني اي الاقدار كاينه ولكن الاخطاء البشريه هنا السؤال شحال تنتحملوا فيها؟ علاش يعني انه اذا كانت الامور كلها مقاده تلاج الموت ديك الساعه مرحبا بما كاين حتى مشكل ولكن مين تتحس بانه راه كاين سوء استقبال كاين سوء تعامل كاين شي مشكل معين هنا فين تيكون المشكل.
إذا المستمعين الكرام، وحنا سنناقش معكم اليوم يعني الصحة ولا قلة الصحة، سنناقش معكم الموضوع ديال المغاربة والسبيطارات من البدء إلى الختام، وحنا تنسمعوا نداءات صياغتها، تنسمعوا ناس اللي تيقولك بأنه كاين مشكل حقيقي في الرانديفو، سير من هنا 4 شهور. كان نداء صياغته واضح، ويعني أنه لا غبار عليه من مدينة يعني زاكورة، إقليم زاكورة بحجمه بتراثه بتاريخه، ما فيه سكانير، وأقرب سكانير هو في منطقة ورزازات ودائما مشغول، ولهذا أقرب سكانير هو في مدينة مراكش إلى القتل البلاصة فيه. يعني هذه الأسئلة، أسئلة الصحة، شنو دور المواطن، شنو دور الدولة؟ أنت مواطن من دافع الضرائب، إذا المفروض أنك تلقى الصحة في المستوى، تلقى تعليم في المستوى، تلقى طريق في المستوى، تلقى وطن جدير بالانتماء، تلقى وطن ما يتحولش إلى غرفة انتظار في انتظار الذي يأتي أو لا يأتي. الآن مستمعينا الكرام، ندوز الفقرة الثانية ديالنا، قال لك ما قال لك.